أعلن رئيس الحكومة المستقلة خالد بحاح رفع الإقامة الجبرية عنه من قبل مسلحي الحوثي وعن كافة الوزراء في الحكومة بعد جهود من المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بن عمر وقيادات حزبية وسياسية ومنظمات المجتمع المدني. ودعا بحاح في صفحته على الفيسبوك كافة القوى السياسية للحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن، وقال إنه سيغادر العاصمة صنعاء بعدما يقرب شهرين من الإقامة الجبرية من منزله، مؤكداً أن رفع الإقامة الجبرية يضمن الحرية المطلقة له بالتنقل داخل وخارج الوطن كحق إنساني ودستوري. قدم حزب الإصلاح 4 ممثلين جدد بدلاً عن ممثليه السابقين في الحوار بين الأطراف السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء. وسمى الإصلاح في طلب تقدم به للمبعوث الأممي جمال بن عمر كل من وزير التجارة والصناعة والأمين المساعد للحزب محمد السعدي الذي يخضع للإقامة الجبرية من قبل مسلحي جماعة الحوثيين منذ يناير، بالإضافة لثلاثة من قياداته المختطفين لدى مسلحي الجماعة وهم حبيب العريفي وعلي الحدمة وأنور الحميري. أعلنت قبائل مأرب تأييدها لنقل الحوار إلى الرياض مطالبة بتمثيل أبناء المحافظة في الحوار رافضة أي اتفاق جديد لا تكون طرفا فيه. القبائل وفي بيان لها جددت دعمها لشرعية الرئيس هادي معتبرة الانقلاب على شرعيته انقلابا على طموح وأحلام اليمنيين بالدولة المدنية والاتحادية. ودعت المبعوث الأممي جمال بن عمر لزيارة المحافظة والاطلاع عن قرب على الرفض الشعبي للحوثيين. هدد موظفو مستشفى عتق العام بمحافظة شبوة بالإضراب الشامل عن العمل احتجاجاً على عدم إيفاء الشركات النفطية بالتزاماتها تجاه الكادر الطبي، ويطالب الموظفون شركة OMV النمساوية بصرف الرواتب التعاقدية للأطباء والفنيين والممرضين الأجانب واليمنيين، متهمين الشركة بتوقيف رواتبهم منذ مطلع العام الجاري. شكلت وزارة النفط والمعادن فريقاً فنياً للنزول الميداني إلى موقع أحد آبار المياه في خولان بمحافظة صنعاء وجمع كافة المعلومات والبيانات اللازمة. كما شكلت الوزارة غرفة عمليات مصغرة لمتابعة حادثة اشتعال نيران أثناء عملية تعميق أنابيب أحد آبار المياه في خولان بمحافظة صنعاء. نظم موظفو وزارة الثقافة وقفة احتجاجية في مبنى الوزارة تضامناً مع وكيلة الوزارة هدى أبلان التي اعتكفت عن العمل بعد تلقيها تهديدات حوثية. المحتجون حذروا من مخالفات قانونية يمارسها الحوثيون مؤكدين التزامهم بالعمل مع أبلان لما فيه مصلحة العمل بالوزارة وبحسب النظام والقانون، معلنين رفضهم لأي ضغوطات أو تدخلات غير قانونية من قبل ما تسمى باللجان الثورية الحوثية. ترأس الرئيس هادي في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن اجتماعاً مصغراً لحكومة الكفاءات المستقيلة وكلفها بتصريف الأعمال خلال المرحلة القادمة جراء تداعيات الانقلاب الحوثي في العاصمة صنعاء. وخلال الاجتماع أشاد الرئيس هادي بالدور الوطني الذي اطلعت فيه حكومة الكفاءات خلال الفترة الماضية وحثها على العمل بروح الفريق الواحد والمسؤولية الجماعية في إدارة شؤون وزارتهم من العاصمة المؤقتة عدن. حث السفير الصيني في اليمن تيانشي الأطراف اليمنية على مواصلة الحوار والتشاور بشكل سلمي وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. السفير وخلال لقائه بمدينة عدن الرئيس هادي قال إن بلاده تحترم سيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه وتدعم بقوة عملية الانتقال السياسي وإعادة بناء الاقتصاد في اليمن. كشفت مصادر سياسية أن الحوار الذي تستضيفه الرياض بين الأطراف اليمنية سيبدأ نهاية الشهر الجاري. ونقل الصحيفة العربية الجديد عن المصادر السياسية قولها
إن الرئيس عبد الرب منصور هادي كلف المدير السابق لمكتب رئاسة الجمهورية أحمد عوض بن مبارك المتواجد حاليا في السعودية بمتابعة الترتيبات الخاصة بالحوار. المصادر أكدت أيضا أن المبعوث الخليجي لليمن صالح القنيعير أبرز المشرفين على إعداد حوار الرياض وسط توقعات باستبعاد بن عمر. اتهمت مصادر طبية جماعة الحوثي باحتجاز أكثر من 5 ملايين جرعة لقاح ضد فيروس شلل الأطفال في مطار صنعاء، مانعة دخولها بذريعة إرسال عينات إلى إيران لإخضاعها للاختبار. حجز جرعة اللقاح يهدد وفقاً للمصادر الطبية حياة 4,800,000 طفل يمني تحت سن 5. كانت منظمة اليونيسف قد خصصت لهم هذه الشحنة لتحصينهم ضد شلل الأطفال. عقد في مدينة تعز اللقاء الدوري للأحزاب والمكونات السياسية، والذي يأتي في إطار تعزيز الأمن والاستقرار وتجنيب المحافظة الصراعات والحروب. اللقاء الذي يضم أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام وممثلين عن جماعة الحوثي بحث سبل تعميق الثقة بين المكونات السياسية وكيفية الوصول إلى رؤية مشتركة تسهم في خدمة المحافظة وتجنيبها دوامة العنف والاحتراف. احتفل الحراك التهامي بمحافظة الحديدة بالذكرى الرابعة لما يسمى بيوم الأرض والإنسان، وهي ذكرى انطلاقته كتكتل مناهض للإقصاء والتهميش ومطالب باستعادة الحقوق المنهوبة. وشهدت الحديدة مسيرات واحتفالات كرنفالية نددت بالانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي المسلحة وسيطرتها على ميناء الحديدة الذي يعد رافدا اقتصاديا 70% من سكان اليمن واستخدامه كمنفذ لتهريب الأسلحة. حذرت هيئة مستشفى الثورة العام في محافظة إب من كارثة إنسانية تهدد مرضى الفشل الكلوي جراء توقف جلسات الغسل بسبب نفاذ المواد الطبية. وشكت هيئة المستشفى من نقص حاد في أدوات الغسيل الطبية نتيجة لعدم التزام وزارة الصحة بدفع مستحقات الشركة المزودة لمركز الغسيل الكلوي بالمواد الطبية اللازمة. ناقشت ورشة عمل في جامعة صنعاء الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على المدن التاريخية بمشاركة واسعة للمنظمات المدنية ذات العلاقة. الورشة تهدف وبحسب القائمين عليها إلى إثراء الاستراتيجية التي من المقرر عرضها على ندوة دولية للموروث الثقافي في اليمن والمغرب العربي. أصيب جنديان بهجوم مسلح على معسكر تابع للواء 33 مدرع في محافظة الضالع. وقالت مصادر عسكرية ليمن شباب إن هجوما مسلحا أعقبه اشتباكات دارت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين أفراد الجيش والمسلحين أسفر عن سقوط جرحى. أكد محافظ عدن الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور أهمية الحفاظ على إرث مدينة عدن التاريخي باعتباره مسؤولية مجتمعية مشتركة. المحافظ وفي الاحتفال بيوم المدينة العربي شدد على محاسبة كل من يسعى إلى طمس معالم مدينة عدن التاريخية. دشن بمديرية الحالي بمحافظة الحديدة حملة نظافة واسعة للأحياء وشوارع المديرية لإزالة مخلفات القمامة المتكدسة التي تراكمت بسبب إضراب عمال النظافة. الحملة وفقاً للقائمين عليها وعلى مدى أسبوع وبدعم من رجال المال والأعمال ستقوم بإزالة آلاف الأطنان من القمامة. ناقشت فعالية ثقافية بمحافظة ذمار العوائق والتحديات التي تقف في وجه الحركة الثقافية والأدبية، وأكد القائمون على الفعالية على ضرورة تذليل الصعاب من قبل الجهات المعنية من أجل مواصلة العمل الثقافي والأدبي بالمحافظة.